ما نفضل كده، عندنا ثقة بمنتخبنا، عندنا ثقة برجالتنا، كل واحد فيهم دفع معنوي من جماهير، دفع معنوي 100 مليون اللي بيحتفلوا النهارده، 100 مليون اللي فرحانين النهارده بهذا الأداء. الأهم من النتيجة الأداء، الأهم نتيجة الروح القتالية، الأهم نتيجة النهارده منتخبنا بيلعب على كل كورة. كل كورة بنلعب عليها النهارده هي دي الروح. الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد سيف، اولا مبروك لمنتخبنا العظيم، وزي ما بقول كده رغم يعني الاحزان اللي عندنا، ولكن عندنا كمان فرحه كبيره جدا لمصر. اهلا بيكم يا استاذ احمد. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت رغم الاحزان اللي بيعيشها الوسط الصحفي الايام ديت، وخاصه النهارده بعد وفاه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سامي تولي وصديقنا وزميلنا العزيز ياسر رزق، فيمكن كنا محتاجين اي بس ولو بسمه صغيره كده يعني تشيل يعني صح. او تمسح صح. بعض من الاحزان، مش كل الاحزان يعني. نعم. وكان املنا في منتخب مصر ان هو اللي يعني يزرع البسمه دي، والحمد لله. وزي ما حضرتك تفضلت يا استاذ احمد وقلت كلمه مهمه جدا اسمعك، ان احنا النهارده قبل النتيجه الاداء والروح القتاليه. وده اللي كان حتى بينقصنا في المباريات السابقه او حتى في البطوله العربيه لما كنا بنتكلم مع بعض. الروح بتاعت اللعيبه زي ما قلت 90 دقيقه او 120 دقيقه، كل لاعب بيقاتل على كل كوره. حتى اللاعبين اللي هم يمكن بيلعبوا دولي يمكن ثالث او رابع مره، زي ما شاء الله عليه محمد عبد المنعم، تحس ان هو يعني بيلعب بقاله يعني دي 100 مباراه في الدوري على زي ما بيقولوا يعني. ثقه وهدوء وتوقع للكوره. ابو جبل بينزل في توقيت صعب جدا بدل الشناوي المتالق، ومع ذلك بينجح ان هو يشيل كوره ويصد ضربه جزاء. لا بصراحه النهارده كل اللاعبين بلا استثناء كانوا على قدر المسؤوليه. اهم حاجه اللي هي كانت ان عندك روح وعندك قتال في الملعب، والنتيجه بقى بعد كده بتاعت ربنا. بس الحمد لله ربنا ما ضيعش مجهودنا ببلاش. نعم. مين لفت نظرك النهارده، المنتخب بالكامل ولا في بعض اللعيبه اللي كان ليهم دور كبير في منتخبنا؟ يعني انا بقول لك الاداء بشكل عام لكل اللعيبه، مفيش حد من اول الشناوي وابو جبل لحد زيزو ومحمد شريف اللي نزلوا في الاخر وتريزيجيه. لكن انا يعني اذا كان من نني حصل على مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه النهارده، لكن انا شايف محمد عبد المنعم وحجازي الاثنين مش حط ابو الفتوح احمد ابو الفتوح النهارده. يعني كل لعيبه منتخب الكوت ديفوار الاساسيين، سواء يعني حتى زاهر لما نزل، كل اللعيبه اللي هم الاساسيين حتى المحترفين كلهم لعبوا ناحيته وراحوا له، ومع ذلك ما شاء الله عليه يعني اداء عالي رغم ان هو غايب فتره كبيره عن المباريات بعد اصابته في المباراه الاولى. انما ما شاء الله يعني انا عاجبني الثلاثي ده خاصه خط الظهر، وبرده ما ننساش الدور بتاع عمرو السوليه واحمد فتحي قبل ما يطلع. محمد صلاح النهارده يعني ما شاء الله برضو مختلف كثيرا عن المباريات السابقه. صح. ولازم ناخد بالنا من حاجه، بس الناس بتقول لك فين سرعات محمد صلاح؟ يا جماعه بصوا مين اللي بيلعب جنب محمد صلاح هنا، ومين اللي بيلعب جنب محمد صلاح في ليفربول؟ خمس سنين هناك او اربع سنين خلاص يكاد يكون حفظوا بعض، بيعرف تحركات زملاته. صح. بالشبه او يعني بالخيال. هنا النهارده انت بقالك اربع سنين محمد صلاح، النهارده في سبع لاعبين جدد غير اللي لعبوا في اخر بطوله امم في 2019. نعم. يعني بيخش لك زيزو الجديد، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى محمد، كل الاسماء دي جديده عن الاسماء اللي كانت موجوده قبل كده، طارق حامد ووليد سليمان والاسماء دي. فتغير نوعيه اللاعبين بتاثر اكيد على اداء نجم الدين زي صلاح. بص على حاجه تانيه صلاح اكيد هتوافقني عليها، بص على ارضيه الملعب. ملعب لا يصلح، استحاله تقول انا عايز فيها سرعات وعايز فيها تحكم في الكوره. فالنهارده يعني لعبتنا بصراحه يعني ان هم يلعبوا ال 120 دقيقه قدام انتصروا على ارضيه الملعب، وانتصر على كوت ديفوار الاثنين بصراحه. التحدي النهارده يعني التحدي كان تحدي، وهم كانوا اوازوا، وخاصه في الفتره اللي فاتت بعد ما الكلام سابق يا احنا هنقابل كوت ديفوار وهنشيل من الافيال وبعد كده هنقابل شعبين ونشيل ايه وبتاع. النهارده كان عندي التحدي زي ما لعيبه منتخب تونس قدام نيجيريا خدوا الهجوم الكتير اللي عليهم وحولوه الى طاقه ايجابيه في الملعب. الانتصار النهارده لعيبتنا عملت كده. الضغط الجماهيري كان ليه تاثير مش كده؟ الضغط الجماهيري كان ليه تاثير؟ طبعا السوشيال ميديا النهارده بقى تاثيرها كبير جدا. وكل الكلام ده طبعا هم بيتابعوه وبيشوفوه بيقروه. نعم. ف
فانا بقول لحضرتك هم استبدوا منها وتحولوا الى يعني هنقول ايه 15 راجل في الملعب النهارده. برضو باكد على الكلمه اللي انت قلتها ان الروح القتاليه والاداء الرجولي النهارده كان بالنسبه لي اهم جدا من النتيجه، لان في النهايه النتيجه بتاعه ربنا. وشوف كم لاول مره مباراه في هذه البطوله بيضيع مننا كم هذا الكم من الفرص، يعني احنا في فرص اهداف محققه ضاعت منك. نعم اهداف محققه ضاعت مننا. يعني اهداف يعني بالثلاث مباريات السابقه اللي احنا لعبناها ما ضيعناش الفرص اللي ضيعناها. صح، ده بيأكد. فنتمنى ان هذه الروح تستمر بقى في المباريات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده نقدر نقول احنا دخلنا في البطوله الماتشات الاولانيه ما مش هي المقياس، النهارده ده المقياس، ده المقياس لمنتخب مصر. طبعا وهو دايما دايما يعني دايما الخبراء اللعبه يقول لك ان دخول البطوله يبدا مع الادوار الاقصائيه. يعني حتى كل المنتخبات اللي هتشوفها هتلاقي منتخب تونس المغرب كل دول بيخشوا يعني مع الادوار الاقصائيه بتبدا الاداء يختلف. لانك خلاص مفيش فرصه انك تعوض. هتتغلب هتركب الطياره وتروح. الحاجه الثانيه بقى بتكون الى حد ما اتعودت شويه على الاجواء المناخيه، اتعودت شويه على ارضيه الملعب اللي هي لا تصلح لاي لعبه غير لعبه السبع طوبات. يعني هي الوحيده اللي ممكن تنفع معاها لعبه السبع طوبات، مش كره القدم خالص. فالى حد ما بتبدا اللعيبه تتعود ايه ده. ما ننساش كمان ان انت بتلعب في درجه حراره 37، رطوبه حاجه و60. يعني كل لعيب النهارده لعبت فرقتين مش جو كوره، بينتظر اي لحظه توقف عشان يجري يشرب ويغرق راسه وميه. نعم، وانتصر على كل هذه الضغوط. طبعا 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 لازم نحييهم، وزي ما بننقد زي ما بننقد وزي ما بيعجبناش الاداء وزي لما بنيجي عليهم كتير، لازم النهارده نديهم حقهم ونقول لهم كنتوا رجاله وعلى قد المسؤوليه. صحيح، وفرحتوا فعلا 100 مليون مصر النهارده. ما كانوش باي حال من الاحوال هنقدر نتحمل ان الناس دي كانت تبقى زعلانه النهارده. لا، ما كناش ناقصين بصراحه تاني. مش ناقصين. بالظبط، مش ناقصين. يعني ما كانش ينفع النهارده تبقى بحاجه اخرى. خالص خالص خالص. الحمد لله الحمد لله ان هم بالاداء الروح القتاليه في الملعب، الا شكلهم في الملعب على مدى ال 120 دقيقه، وانا كنت متوقع ان ممكن اللياقه البدنيه ما تسمعهمش في الوقت الاضافي، لكن ما شاء الله. بل بالعكس، يعني احنا ضاعت لدينا فرص الشوط الاضافي الثاني. يعني استاذ محمد سيف، مره ثانيه بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي الكبير، وعايز اقول لحضرتك كل التحيه لاشقائنا في الجزائر. شكرا الجمهوريه الجزائريه. ليه بشكر الجزائر؟ الجزائر